لكن دكتور لماذا نحن لا نقرأ؟ ما المعوقات؟ لماذا لا نحب القراءة؟ جميل. أولا شيخ عبد الله أنا لست دكتورا. برقيك وأخلاقك وعلمك. تسلم حبيبي أنا لا عدمتك الله يحفظك. في تصوري وأذكر أن هناك دراسات استقرأت ضعف القراءة. أما أننا أمة لا نقرأ، نحن أمة تقرأ في زمانها الأول والمتوسط وإلى يعني قريب. هناك مراحل تحصل ضعف. مراحل الضعف لابد أن تدرس، لا سيما في زماننا هذا الذي كثرت فيه الحقيقة الملهيات والمغريات. وسأذكر لك على سبيل المثال البيئة. يعني بعض الناس الآن يقول لعياله اقرأوا ويشتري لهم كتب من معارض الكتب من مكتبات، لن يقرؤون ما لم تكن أنت القدوة. ويرون أباهم يمسك الكتاب ويقرأ، ويرون الأم تمسك الكتاب وتقرأ، والابن الكبير لابد أن يقرأ، لابد من وجود البيئة. ولذلك في كتب التراجم إذا ترجموا لبعض أهل العلم قالوا ونشأ في بيت علم. بيوت العلم يتوالد فيها أهل العلم، يتوارثون العلم. جميل. فما لم يكن هذا البيت، أنا أركز دائما على القدوة والبيئة، ما لم تكن البيئة تقرأ فلن يعني لا تتصور أن الأبناء بالتالي سيقرؤون. هذا أحد يعني المعوقات. المعوق الثاني وسائل التواصل اليوم أصبحت يعني نعيش ثورة تقنية غريبة حقيقة، ما بين إعلام بتلفزيونه المرئي، بمواقع تواصل اجتماعي تيك توك سناب ما أدري إيه، فتجد أنهم بالساعات الطوال يجلسون على هذه الأجهزة. إذا قلنا ما فيها فائدة، إذا قلنا أنها لا تضر قد لا يكون فيها يعني فائدة كبيرة. هذه بالتالي أثرت على قضية القراءة. في القديم كانوا ما عندهم الأبناء إلا أنهم يلعبون العصرية ويدخلون ويقرؤون ولهم مدارس خاصة. اليوم لا، كثرة الملهيات، فلا تتوقع أن الجيل الجديد سيقرأ بهذه السهولة. ولذلك أذكر في كتاب اسمه تجاربهم في القراءة صادر من مكتبة الملك عبد العزيز العامة، ذكر 10 أعلام ابتدأهم بعبد الله الغدامي، الدكتور عبد الله الغدامي، وانتهى بأحد نسيت والله أمامي الخميس أو كذا، أعلام ما بين شرعي وما بين أديب وإلى آخره. فذكر عبد الله الغدامي انه ما كان عندهم شيء يلهيهم، وكانوا يقرؤون لانه هي المسار المؤنس لهم، لا عندهم لا تلفزيون ولا شيء. وحتى ذكر قصه طريفه، قال انه ابوي اشترى لي، طبعا هم سكان عنيزه، وقال انه ابوي اشترى لي سيكل 200 ريال وانه اشتراه من الرياض، ولما اشتراه من الرياض جابوه عن طريق الستيشن هذا اللي هو النقل. يقول ورحت أنا والشباب العيال اللي بسنه يمكن عمره 14-13 أي، فيقول رحنا واستقبلنا السيكل وأخذته وصرت أشخص فيه في حارة عنيزة وأسوقه. يقول فمات أحد علماء عنيزة من البسام، أنا نسيت اسمه الحين، وكانت عنده مكتبة كبيرة، وبيعت هذه المكتبة على أحد الناس اللي يحبون الكتب ويبيع أيضا هو. يقول فقمت بعت السيكل بخسارة 20، بعته 180 ريال واشتريت كتب. تصور شاب بسن 14-13 يشتري كتب متينة ويبدأ بقراءتها. فالبيئة والجو وعدم وجود هذه هي أحد الحقيقة الإشكالات. ولذلك يعني حنا علينا آباء ومدرسين وقادة وإلى آخره إلى أن نبذل أكثر وسع في قضية بث الثقافة في القراءة.